بروعة مواهبه المتعددة وإطلالته الفريدة، نجح الفنان اللبناني وحيد جلال في صنع مكانة متميزة له في عالم الفن. اسمه الحقيقي عبد الواحد عبد الفتاح زنتوت، وقد ولد في بيروت لبنان في 8 سبتمبر 1940. منذ طفولته أبدع في مجالات الفن والتمثيل، حيث كان يحفظ مشاهدا من الأفلام والمسلسلات ويعيد آداءها أمام المرآة. حصل على تعليمه من معهد البكالوريا المسائي، ثم انضم إلى كلية اللاسلكي المدني، وقد درس اللغتين العربية والإنجليزية وبدأ يبرز في عالم الفن. نجح في إظهار موهبته في التمثيل والدبلجة، ما جعله واحدا من أبرز الأصوات في الوطن العربي، خاصة عبر مشاركته في دبلجة شخصيات متعددة في المسلسلات الكرتونية. في سن 17 انفتحت أبواب المجد للفنان وحيد جلال عندما التقى بالأستاذ توفيق نمور الذي كان آنذاك مديراً للبرامج في قناة LBC. ولدى مشاهدته للموهبة الفريدة لوحيد، قرر نمور منحه فرصة للتدريب الإضافي في القناة لمدة 6 أشهر. خلال هذه الفترة اكتسب وحيد العديد من الخبرات التي أهلته لمراحل متقدمة في مجال التمثيل، وقد نجح في حفظ العديد من الأعمال المسرحية الغربية والعالمية، وحفظ العديد من الأبيات الشعرية. وقرر بعدها أن يتقدم لاختبار التمثيل أمام صبحي أبو لغد، غانم الدجاني، وعبد المجيد أبو اللبن، وقد نجح بتفوق في الاختبار، الأمر الذي أدى إلى تعيينه في إذاعة لبنان، وهكذا بدأت رحلته نحو الشهرة. بعد مجموعة وافرة من التجارب والخبرات التي اكتسبها خلال فترة تدريبه، استطاع وحيد جلال الظهور في عالم التمثيل عبر مسلسل إذاعي أخرجه المخرج الكبير شكيب خوري، وقد حقق وحيد عبره شهرة كبيرة، حيث كانت الجماهير مهتمة بالإذاعة بنفس القدر الذي كان التلفزيون مهما. أصبح صوت وحيد جلال واحدا من أشهر الأصوات اللبنانية بفضل انتشار المسلسل بشكل واسع. وفي أوائل الستينيات بدأ وحيد يظهر تدريجيا على الشاشة اللبنانية من خلال حلقات بوليسية حققت شهرة كبيرة أيضا. بعد ذلك تمت دعوته لتقديم واحد من أنجح البرامج في تلك الفترة، حيث شغل دور مذيع في إحدى أشهر برامج المسابقات وقد حمل عنوان حظك نصيبك، وقد انتشر البرنامج بشكل واضح في لبنان والوطن العربي، مما جعل نجمنا يحقق نجاحا باهرا في عالم الإعلام. إلى جانب تقديمه لنحو 16 فيلما والمشاركة في عدة مسلسلات، أضاف وحيد لمسة فريدة إلى عالم الدبلجة لأفلام الكرتون. تميزت بعض هذه الأعمال بالاعتماد الكبير على صوته، حيث كان نجمنا يؤدي أحيانا أكثر من شخصية في نفس المسلسل وبمهارة تجعل من الصعب على الجمهور التمييز بينها. ومن أبرز تلك الأعمال الكرتونية مغامرات السندباد. في بداياته السينمائية وبعد نجاح عدة أعمال منتشرة بشكل واسع في لبنان، تلقى نجمنا عرضا للمشاركة في إحدى أنجح الأفلام المصرية الغنائية، وهو فيلم حكاية غرام، إلى جانب المطرب الكبير محرم فؤاد والفنانة مها صبري وجوليا ضو وحسن المليجي. يعتبر مسلسل حكمة المحكمة أول مسلسل في الوطن العربي تم عرضه بشكل مستمر صيفا وشتاء لمدة 5 سنوات متواصلة. هذا العمل ترك بصمة قوية في ذاكرة الناس، حيث كانت الشوارع تخلو تماما والجميع يقضي وقته في المنزل لمتابعة الأحداث المشوقة لهذا العمل. وتدور أحداثه حول جريمة قتل تتبعها سلسلة من التحقيقات تصل إلى المحكمة، وقد لعب الفنان وحيد جلال دور المحامي فيه. هذا ويشار إلى أن العديد من الشبان اختاروا دراسة الحقوق بناء على الإلهام الذي تركه هذا المسلسل في شخصياتهم. أخيرا ابتعد وحيد جلال عن عالم الفن والأضواء، وأوضح أن سبب ذلك يعود إلى رفضه الكثير من الأعمال الفنية، معتبرا أنها تعاني من نقص فادح في الجودة ولا يلائمه القيام بأدائها. وقد أشار في آخر لقاء بث له أن المحطات اللبنانية تظهر اهتماما أكبر بعرض المسلسلات التركية وتهتم بها أكثر من الإنتاج اللبناني. نال نجمنا جوائز عدة من مهرجانات متعددة، منها جائزة أفضل ممثل درامي في مهرجان القاهرة. أما على الصعيد الشخصي فيعتبر وحيد جلال محبا للعائلة، وقد تزوج من السيدة راوية ميقاتي ولديه 3 بنات
من هذه الزيجة.